السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك سعيد بالصحة والسلامة، كل ما تمنيتوا إن شاء الله بكل خير، وينعاد عليكم بكل المتمنيات، وربي يزيح هذا الوباء والأمراض في جميع أنحاء العالم. كيف ما معروف الدنيا راه مخربقة بزاف، ما عرفناش كيفاش نعيدو، كيفاش ندوزو هذه الأجواء، كيفاش يعني من ناحية نشريو الحوليين، منين نشريو الدنيا مقفولة، يعني حاجات بزاف تقفلت قدامنا ما عرفناش كيفاش نتصرفوا. مي واخا هكاك قلنا نخرجوا يوم تاني عيد، نشوفوا الاجواء كي دايره، ومن القلب السعوديه من الرياض بالضبط، العاصمه بتاعت المملكه العربيه السعوديه. وكيف ما كتشوفوا الاجواء هنايا، درجه الحراره واصله 48، كتوصل حتى 50 52 درجه الحراره، صعبه صعبه بزاف. هذا برج المملكة اللي معروف طبعا في الرياض، كيف ما كتشوفوه كيطلق الألوان بالليل، كل مرة لون أزرق أخضر بنفسجي، كيبدل الألوان، كيعجبني بزاف بصراحة. وقلت نمشي نشري العباية، أنا نتكس علاش لا، وبغيت نشوف الدنيا كيف عاملة في هاد العيد هذا. صافي هنا مسكنا الطريق، كيف ما كتشوفوا الاجواء الناس قلال بزاف، يعني ما بقاتش الدنيا كيف ما كانت في الاول. يعني الطريق بتاعك اللي كنمشيو فيها هذه ما كنلقاوش، يعني واخا خطوه نزيدو لقدام ما كنعرفوش. وحاليا الدنيا خاويه، مشينا بسرعه جينا بسرعه، يعني سبحان الله العظيم الناس خايفه بزاف. وقلت نمشي لسوق طيبه اللي معروف باسواق طيبه، قلت ما نشري العباية بتاعي علاش لا. وفي الاخير هو وصلنا ليه ولقيناه مقفول ما كاينش الزهر باش نشري العباية. قلت معليش ماشي مشكل فيها خير، ورجعنا بنفس الطريق، من نفس الطريق اللي مشينا فيها رجعنا منها. ولا كنتو لاحظتوا في البلاكات الفوق، يعني الطريق اللي مشينا منها في الاول كتديك على مكة المكرمة وعلى المدينة، وهذا الطريق اللي رجعنا منها كتودينا حتى هي لمكة المكرمة كيف ما كتشوفوا والمدينة. يعني سبحان الله اللي كنتعجب ليه في أي طريق مشيتي منه، هذاك الطريق كتديك المملكة، تديك عفوا المكة المكرمة. سبحان الله العظيم من أي طريق دزتي منه، يعني مشيتي عكس ولا جيتي القدام، سبحان الله سبحان الله. هنا هاد رويال مول تا هو زوين غزال بزاف، قلت علاش لا ما نوريش لكم. تا هو كيكون فيه الالعاب والفعاليات بتاع الاعياد، ولا الاجواء كيديروا فيها الاجواء بالحق، ما بقاوش كيخليو الاطفال يدخلوا مع هاد الامراض اللي صرات، من 18 للفوق اللي يدخل ليه فقط. يعني انا عندي جوج وليدات صغار، ما يمكنليش ندخل بوحدي ولا ندخل بيهم، ايوقفوني. ومكرهش زعما نديهم لاي بلاصه يغيروا الجو هذا، بالحق معليش الحمد لله. كيف ما كتشوفوا هذا البرج هذا داير بحال برج ايفل تا هو زوين، معروفين هنايا سبحان الله العظيم بالابراج، الابراج ما شاء الله، البني عندهم هذاك الشيء عالي. وبغيت نشارك معكم المستشفى بتاعي اللي ولدت فيها وليداتي، ما شاء الله رائعه جدا 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 من ناحيه العنايه وكل شيء كل شيء كل شيء، يعني 5 ايطوال، ما 5 ايطوال دي، خاصه انا نسميها 10 ايطوال بصراحه، فاخره جدا. وهنا قلنا ندوزو نشوفوا واحد المتحف التاريخي عندهم معروف، اسمه المتحف التاريخي، تيكون فيه الفعاليات والالعاب واللي شاليهات عندهم هنا، هما لابيسين كيسميوه شالي، يعني كيكون هذاك الشيء رائع جدا. والشاليهات بالنسبه لهنا المكان تاع لابيسين، الشيء يكون فيه كيكون كل مكان كيف ما كتشوفوها، ونعاود رجعت من الطريق باش تشوفوا الشكل بتاعه، كيكون شاليهات عوائل، يعني بيسين عوائل، يكون عندك داير فحال شي فيلا، بتي فيلا صغيره، وفيها بيسين، فيها مطبخ، فيها بيت الجلوس صالون، فيها بيت النوم، فيها الحمام الدوش، ما شاء الله تعمل بيسين تاعك بوحدك، ما شاء الله رائعه جدا وبثمن رائع. بالنسبه في الاعياد ولا المناسبات كيف ما كيكونوا هكا،
ضروري كيعليو الثمن بالحق من غير الاعياد والمناسبات، يكون الثمن رمزي جدا جدا بصراحه. انا هنا يضرنا من الجهه الثانيه بتاعته باش تشوفوا اكثر الاجواء العيد كيفاش دايره في هاد المدينه الرياض. كيف ما كتشوفوا هنا مكان تاع الدخول، وهنا كيف ما كتشوفوا الاولاد الصغار ما كيقدروش يدخلوهم غير الكبار من 18 سنه ما فوق. هنا المكان تاع الالعاب والاطفال وكلش بالحق ما كيخليهمش يدخلوا بصراحه. كنت بغيت زعما نلعب ولادي حتى هما ويشوفوا بالحق ما كتبش لينا هذا المكان. قبل كورونا ما كاينش فين تحط رجلك، هذا اسمه المربع، يعني الاولاد كيجيبوا البيسيكليطات بتاعهم يلعبوا، العوائل تيجلسوا بالليل يجيبوا الشاي بتاعهم يجلسوا يدوزوا الليل بتاعهم، كيكون رائع الاجواء تما رائعه جدا من غير اعياد ولا بالاعياد ولا باي وقت كيجلسوا في هذاك المكان. وجاتني فكره قلت لراجلي اديني للسويقه، واحد المكان سميتو السويقه، والو نشري العبايه، انا ما ندخلش للدار حتى نشري العبايه. وحنا هنا رحنا ليها كيف ما كتشوفوا، والمشكله بتاعها اننا تقريبا هنا من اول ما دخلنا لقينا هذا الشيء مقفول حتى هو كذلك، وزعما اجواء العيد ما كاين محسن من البلاد بصراحه. المغرب بلاد رائع، فيه الاجواء رائعه، حتى هنا كذلك في اجواء رائعه كتعجبني، نظيفه جدا وغزاله ما شاء الله الله اكبر، وناسها طيبين رائعين جدا. بس الواحد في البلد بتاعك كتعيش مع الاحباب مع الاخوات مع الام بتاعك، مع كتشوف العائله بتاعك جيرانك احبابك اللي كبرتي معاهم، والحمد لله على كل حال. هنا وصلنا للسويقه، قلت بغيت نشوفوا الاجواء عامله ازاي هنايا كيف عامله. عفوا الهضره عندي مخلطه شويه. صافي وهنا بدينا ندخلوا نشوفوا الدنيا كيف دايره، يعني ما لقيناش الناس بزاف كي كانت، ما لقيناش هادو العبايات، بغيت نصور اكثر بس ما لحقتش، وشريت هاد العبايه اللي هنوريها لكم سبور باش نلبسها مع السبادري، نلبسها مع السبادري احسن، ما بغيتش نشري هذيك اللي فيها الزواق بزاف، بغيت شريت هادي سبور كتجي رائعه جدا. وهنا الاشكال تاع العبايات كيف ما كتشوفوا، اللبس الخليجي السعودي كيكون اشكال كتير زوينه بزاف رائعه. نزيد نكمل نصور لكم العبايات، ما قدرتش نصور اكثر باش ما ناخذ شي مخالفه. صافي كيف ما كتشوفوا الاثمنه بتاعت العبايات هنا كيف ما كتشوفوا 35 ريال، يعني الريال ب 50 ريال تشريها ب 200 ريال، 200 درهم مغربية أو 100 درهم أقل حاجة. كيف ما كتشوفوا هنا العبايات بتاع الصغار، بنيتات الصغار، إن شاء الله ربي يرزقني بنوتات أنا نشري لها العبايات هي بتاع تلبسها. بصراحة كيحمقوا بتاع الصغار واللي اللوت ما الصغار بزاف، وهادو الكبار شوية. وهنا كيف ما كتشوفوا بغينا ندخلوا لداخل، الحاجة اللي لقيناها أكثر إن بغينا ندخلوا لداخل وما لقيناش كيفاش ندخلوا الصراحه، في اشكال حاجات بزاف بغيت نصورها لكم وتشوفوا كيف ما كتشوفوا الباب بتاعو الداخل في هذا الباب هذا اللي فيه الشباك الداخل، ما يعني مع هاد الاجواء ما قدروش يفتحوه، خلاو على الواجهه فقط، يعني انا قدرت نصور لكم الواجهه فقط، يعني ما كاينش منين تدخلي ولا تشوفي. بغيت نصور لكم بزاف الحاجات بزاف الاشكال، والاثمنه تكون رخيصه جدا. نتمنى البنات ينال اعجابكم الفيديو بتاع النهار، وعيد مبارك سعيد، والله يدخلوا لكم بالصحه والسلامه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.